من اللي ماتوا ما احنا شرنا من اللي ماتوا جينا النهارده نوصل رساله ان اغلب الطلبه المعتقلين هم مش اخوان، هم لا يتبعوا اي كيان سياسي، ولكن تم اعتقالهم اعتقال عشوائي كما تم اعتقال جميع الطلبه الموجودين في جامعه الازهر. ايات مش اخوان تم اعتقالها عشوائي والفيديو بيوضح ده. احمد جمال زياده مش اخوان، كان مجرد صحفي ومعاه تصريح ومعاه كارنيه صحافه وهو بيصور تم اعتقاله، ورغم تقديم التصريح ورغم تقديم الكلمه تم برضو التعسف معاه واخد 15 يوم حبس. احنا هنستمر في التظاهر الايام اللي جايه لغايه ما نخرج كل المعتقلين من السجون. احنا مش هدفنا اي حاجه في الوقفه دي غير ان احنا نوصل رساله واحده، الحريه لكل المعتقلين، كل المعتقلين. ايات حماده، ايات حماده، ايات الله محمود حسنين مش اخوان. شباب اعرف عليك كاش عبد الرحمن النهارده منظمين الوقفه، طبعا مستقلين، شباب مستقله، طلبه الجامعات، شباب صحاب ايات وصحاب احمد جمال زياده، نازلين النهارده يوصلوا رساله للحريه المعتقلين. يا جماعه الصحفيين بيتم اعتقالهم، بيتم التعامل مع الصحفيين تعامل بشع، رغم ان هم يملكوا ايديهات ان هم صحفيين، بيتم تكسير المعدات الخاصه بالصحافه ليهم لكسر القلم او لكسر الرساله اللي هيوصلوها. هم عايزين يوصلوا الحقيقه. الطلبه اللي تم اعتقالهم ايات محمود حسنين اللي هي مشهوره بايات حماده، هي طالبه في جامعه الازهر كان راح الامتحان بتاعها في كليه التجاره سنه اولى، وهي واقفه. الفيديو بيوضح ان الداخليه كانت بتجري عليها، بس سابت كل الناس ضربوها وسحلوها وتم القبض عليها وتم اعتقالها 15 يوم على سبيل التحليل. لا والله احنا مستنيين، احنا كطلبه احنا مش يعني اغلب الناس اللي هنا حتى لو طبع كيانات هم مش نازلين باسم كيان. في طلبه من كل الجامعات، في شباب ثوري مستقل، وفي شباب ثوري تابع لحركات سياسيه، ولكن هو نازل النهارده كمستقل. لسه هننسى ما بيننا وما بين الثوار والحركات السياسيه، هنشوف التحرك والتصعيد الجاي هيبقى عامل ازاي. احنا سلميين وكل وسائلنا سلميه، مش احنا مش اخوان ومش مع العنف. احنا كلنا نازلين نقوله الحريه لكل المعتقلين. احنا بنطالب الطلبه دي عندها امتحانات، ايات كان عندها امتحان امبارح وعندها امتحان بكره، ايات كده الامتحانات هتضيع عليها بسبب التعسف وبسبب تعامل الداخليه البشع مع الطلبه، وده ظاهر كله في الفيديوهات المصوره. شكرا. انا عايز اسجل بس. لا Thank you.